في عباقرة في إدارة الدولة، في دولاب الدولة، يعني اللي يقول لك تذكرة ب 13 جنيه 5 ساغ، الخمس ساغ دي بتاعت إيه؟ مين اللي هيلاقي 5 ساغ دلوقتي؟ ده اللي بيلاقي جنيه بيسيبه جنب الحيط. إيه 5 ساغ؟ اللي جاية بقى، بص زيادة البتاع، بص هات بقى زيادة السكة الحديد، النقل تعتزم زيادة أسعار تذاكر قطارات من 20 لـ40. ليه؟ مين اللي حطها؟ مين اللي قال لهم البنزين السولار زاد كذا يبقى نزود 20 لـ40، يعني 25 30 40؟ ليه؟ ايه الاساس؟ مفيش اساس. الاساس حاجه واحده بس، لم فلوس. شات جي بي تي ولا ما قالكش، ما سالتوش عن اسعار النقل في مصر؟ كان قال لك ان شركه النقل الذكي زي اوبر مثلا وغيرها رفعت اهو النقل الذكي، تدرس اليوم التسعيره الجديده في مصر، الزياده هتكون كبيره. لا لا ما تقوليش كده، قول لي هيبقى في زياده بس، ما تقوليش يا عمو، قول لي الا قول لي على طول يا حماده. يا راجل شات جي بي تي ده لو شافه، لو شاف اللي عملتوه في اللي عملوه الناس في الدقهليه بعد رفع البنزين، كان اتخرس ما طفاش. تعرف عملوا ايه؟ رجعنا تاني للحنطور، واركب الحنطور واتحنطر. الناس رجعت تركب الحنطور تاني عشان يوفروا مواصلات. محافظات الدقهلية تستعين بالحنطور في الشوارع. الجدع محافظ الدقهلية ده يعني عجيب، عجيب بجد. ما هو ده اللي دخل على الست بكيس العيش، وده كان له عاملة تانية في مدرسة. الراجل المحافظ الجديد ده كان مدير سجون، ده بقى محافظ دقهلية. الراجل ده عبقري. إذا كان خالد عبد الغفار بيفكر في التكنولوجيا وشات جي بي تي، فده قال لك نجيبها من اساسها يا معلم. طب ما ترجعوا لنا سوارس. سوارس. معلش خش يا بيبو كده هات لنا صوره سوارس. سوارس عربيه كبيره كده وليها ورا كده مكان يقعدوا فيه الستات والرجاله، بتطلعوا له بسلم ويركبوا ونزلني هنا وبيسوقها واحد عربجي. عربيه اسمها سوارس. قبل الترماي ما ينزل مصر. يعني سنة 1913 كان سوارس ده شغال زي الفل، كان زي الحلاوة. بقى هترجعوا الحنطور؟ طب ما ترجعوا سوارس. هترجعوا الحنطور؟ طب ما ترجعوا موقف الحمير. كان في موقف حمير عند محطة السكة الحديد، أي سوارس أهي. أهي. أهي سوارس أهي. أهي بص بيجرها 2 حصانة أو بغال وعليها رقم برضو كل حاجة، القلعة أهو، الخط ده كان رايح القلعة. تعدي انت تطلع السلم دي تخش جوه، استنى والنبي مينك يا اسطى والحاجات دي. طالما رجعت الحناطير، طب ما ترجعوا لنا موقف الحمير. كان في موقف حمير عند محطه السكه الحديد مصر، كان في عند السمرميس كان في موقف حمير، كان في موقف حمير عند سبيل عبد الرحمن كتخده. موقف موقف. انت عارف ده بقى ايه؟ استنى بس انا جاي لك بقى. انت عارف دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان الشوارع هتبقى ريحتها لا تطاق. خد مني يا ما خد منك السو، الشوارع هتبقى في الدقهليه ما شاء الله والله، لان ده حصان بهيم ما بيفهمش. ساعه ما بتطلب معاه في اي حته خلاص بيريح، فتبقى ماشي بقى شامم الريحه دي في شوارع البلد عادي كده. محافظ الدقهليه بيقول لك ده يجنن، راجل يجنن. الراجل ده على فكره تراثي.